الاتحاد العالمي لأمراض القلب مشاهدينا راح ينظم أنشطة في أكثر من 100 دولة تشارك في هذا اليوم، وأيضا تشمل هذه الاحتفالات توفير طبعا فحوص طبية وأيضا تنظيم مسيرات تعنى بالمصابين بهذه الأمراض. راح نتكلم طبعا مشاهدينا نحن أكثر حول هذه الفعالية محليا في دولة الإمارات مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور ياسين الشحات استشاري الأمراض الباطنية، وهو أيضا المدير الطبي لمستشفى برجيل في العاصمة أبوظبي. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا، حياك الله. بداية دكتور نتعرف منك على طبيعة مشاركات مستشفيات الإمارات وأيضا من بينها مستشفى برجيل بالاحتفال بهذا اليوم المعني بأمراض القلب. هو الحقيقة طبعا يوم 29 سبتمبر بيمثل اليوم العالمي للاحتفال بأمراض القلب، وهو الغرض منه أصلا هو زيادة التوعية العامة عن أمراض القلب، وخصوصا اللي وفادقنا به في السنين الأخيرة وإصابة الإصابات القلب ما عادش تقتصر على كبار السن. كنا نفتكر أن إصابات القلب تقتصر على كبار السن، الحين بنفاجأ بأن حتى في اخر العشرينات وفي نهايه واوائل الثلاثينات يصابوا بامراض القلب. واصبح واجب على الهيئات الطبيه في الدوله هي زياده التوعيه العامه عن امراض القلب. بالتاكيد طبعا كل مؤسسه بتقوم بالفعاليه بتاعتها. احنا في مستشفى برجيل عندنا بكره ان شاء الله مخصصين اليوم كاملا لفحص المرضى مجانا بضغط الدم، بفحص القلب، اعطاء توعيه كامله عن ماهيه امراض القلب وعن ما هي عوامل الخطوره اللي بتؤدي للاصابه بامراض القلب، وكذلك بندي لهم توعيه غذائيه كامله، اخصائي التغذيه هيكونوا موجودين ويوعوهم تماما عن ما يجب ان هم يتبعوه في هذه الايام، حتى الغرض منها اساسا هو الوقايه من الاصابه بامراض القلب. ومن اصيب بها كيف يقي الاصابه بمره ثانيه، وكذلك ان هو كيف يعيش حياه سليمه في المستقبل ان شاء الله. يعني. ان شاء الله. دكتور ياسين زين، بغينا ان نخبر المشاهدين او يعني نحصر امام المشاهدين الاسباب اللي تؤدي لامراض القلب. هو الحقيقه الاسباب متعدده، لكن انا يهمني قوي ان احنا نتكلم كذلك عن عوامل الخطوره. نعم. القلب ده عضو، يعني عضو مذهل مدهش. فالقلب هو عبارة زي قبضة اليد، لو حضرتك قفلت يدك كده والأخ قفل يده، هذا هو حجم القلب. لكن القلب يقوم بعمل شيء مدهش، وهو اللي بيسبب دفق القلب في الشرايين وإبقائنا على قيد الحياة. صحيح. والقلب عشان تبقوا عارفين هو بيدق حوالي 100,000 دقة في اليوم. ما شاء الله. هذه شيء مدهش يعني. بواقع حوالي 70-80 دقة في الدقيقة. نعم، كمعدل طبيعي. نعم. أسباب الخطورة اللي بتؤدي للإصابة بأمراض القلب زي السمنة، ارتفاع الدهون في الدم، الإصابة بضغط الدم المرتفع، الإصابة بالداء السكري، التدخين. عوامل خطوره كثيره من نمط الحياه اللي هو الكسل وعدم ممارسه الرياضه على الاقل المشي يوميا. نعم. هذه كلها بتؤدي للاصابه بامراض القلب. نعم. طبعا امراض القلب متعدده وكثيره، منها امراض القلب الروماتيزميه وامراض القلب الشرايين، اصابه شرايين القلب وتضخم عضله القلب، هذه امراض مختلفه، لكن اللي بيؤدي ليها طبعا هي التعرض لعوامل الخطورة المختلفة اللي هي بتؤدي للإصابة بهذه الأمراض، ودي اللي احنا بنحاول نزيد التوعية العامة عنها حتى ان الناس تتبع نمط حياة صحي يقيهم شر هذه الأمراض. نعم. وبالتأكيد كذلك أنا بدعو كذلك مش بس الهيئات الصحية، أنا بدعو كذلك الهيئات التعليمية. نعم. وخصوصا في المدارس، وخصوصا في الجامعات، في الأسواق العامة وفي الجامعات وهكذا، يعلموا الناس هذا هو نمط الحياة الصحي. نعم. حتى إن الشباب يطلع
ويكبر على هذا الأسلوب الجيد في الحياة. نعم، وأيضا اكتساب أسلوب حياة مثل ما ذكرت أن في النهاية يؤدي إلى جانب وقائي وأيضا خالي من الأمراض إن شاء الله. دكتور، يعني مثل هذه المبادرة اللي تنظمونها أنتم غدا في مستشفى بارجيل احتفالا بهذا اليوم، وأيضا كجانب توعوي تقدمونه للمجتمع بمختلف فئاته، ونحن قبل شوي أيضا كانت عندنا ضيفة من وزارة الصحة وتحدثت أيضا عن مبادرات شبيهة لكنها في مجالات طبية أخرى من السرطانات وغيرها من الأمراض. شو الدور اللي ممكن تقدمه مثل هذه البرامج التوعوية لدى المجتمع بمختلف فئاته؟ والله شوف حضرتك، انا سمعت الدكتوره هيفاء وهي طبعا يعني بصراحه قدمت نصائح جيده واحنا لن نختلف معها بالتاكيد يعني. نعم. يعني انت عندك مثلا، انا هديك بس مثلا عن احصائيات بسيطه اتعملت في الامارات، مش هنقول بره الدوله يعني. حاله وفيات من كل 5 تعود للاصابه بامراض القلب. ولك أن تعلم أن حوالي 19% وهذه إحصائية رسمية من هيئة الصحة في دبي. نعم. 19% يمارسوا الرياضة. تخيل بقى أن حوالي 81% من الناس لا يمارسوا الرياضة. نعم. وهذه أبسط الأشياء يعني، مش بنقول بقى يعني اطلع من كمال أجسام ولا من رياضة المشي أقل شيء. حتى المشي. نعم. صحيح. أقله يعني. يعني طبعا هذه البرامج التوعوية الغرض منها أساسا هو توجيه نظر المجتمع وخصوصا الشباب وصغار السن لهذه الأشياء، لاتباع نظام التغذية الصحية. هذا يعني الشيء البسيط، لازم نهتم ببيوتنا، لازم نعلم أولادنا وبناتنا. صحيح. ونربيهم على هذا النمط الحياة الجيد، ممارسة الرياضة، ممارسة المشي. نعم. تجنب أكل الفاست فود والأشياء السيئة اللي هي تؤدي لإصابة بالسمنة والعدم يعني مش على المدى الطويل يعني، يمكن الناس ما يحسون فيها التدخين. حتى نعم. الأب لما يدخن ما يدخنش قدام أولاده على الأقل يعني. نعم. عشان لا يضرهم يعني شيء معجز ولا شيء يعني، يعني ما فيش داعي. إذا كان الأب قدوة يجب أن يبتعد. يبتعد عن هذا الشيء. طبعا دكتور ياسين الشحات، استشاري الأمراض الباطنية، المدير الطبي لمستشفى برجيل في أبوظبي.